إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. كتير قوي من مرضى الركبة اللي احنا بنتعامل معاهم بياخد علاج وبيرتاح، أو بنعمل له حقن جيلاتيني وحقن معاملات نمو. الحقن الجيلاتيني قلنا علشان العظم ما يحتكش ببعضه، وحقن معاملات النمو عشان يساعد على التئام العظام، والتردد الحراري عشان التهاب أعصاب الركبة. طيب كتير قوي بقى ياخد العلاج او نعمل له الحقن والتردد الحراري فيرتاح، الالم يقل من الركبه يبقى كويس، يبذل مجهود مره تانيه يبتدي الالم يرجع له مره تانيه، تمام؟ فيرجع يقول العلاج وحش، الحقن والتردد وحش، او اي حاجه وحش، او هو يخف لوحده ياخد اي حاجه تساعد الركبه، او ما ياخدش حاجه فيتلتئم العظم فيروح الالم لوحده. الألم بيروح لأن العظم بيبتدي يلتئم، سواء بسبب الحقن والتردد الحراري أو بسبب العلاج. لما بيلتئم الألم بيقل، تمام؟ لما حضرتك الألم بيقل أنت بتظن أن الموضوع انتهى، لا ما انتهاش، لأن الخشونة ما بتخفش، الغضاريف ما بترجعش تاني، اللي خف هو الجرح بتاع العظم فالألم راح. فلما حضرتك هتتحرك حركة زيادة وتطلع السلم تاني وتعمل تتني ركبتك أو تعمل الحاجات الغلط، طبقة العظم اللي اتكونت وخلتك مش الألم راح، أنت بتجرح العظم مرة تانية. فالمشكلة إنك أنت بعد ما العظم يكون التئم أنت بتعوره أو بتجرحه مرة تانية، مش العلاج هو اللي وحش ورجع الألم، ومش الحقن والتردد وحش ورجع الألم تاني. نتمنى ان احنا نكون فهمنا الموضوع دوت، لان الغضروف اللي بيحمي العظم مش موجود، فاحنا بنساعد العظم انه يلتئم. بيلتئم الالم بيروح لكن الغضروف مازال مش موجود، ما تتعبش ركبتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.